مساء الخير يا قمر، يا جميل، يا سهران لوحدي. انا كنت متخيله انك هتدخل عليا لو يبوسك. لا لو يبوز ليه يا حبيبتي؟ معقول ده؟ انا مبسوط ومظبط، مظبط قوي ومفرفش، ومراتي مستنياني. هحلم باحسن من كده ايه؟ هي دي بقى الجزء الثاني من طريقه ابن الجايب. انت كلمتي ماجد صح؟ الجبان ده عايز يوقع بيني وبينك يا حبيبتي. لا لا خالص، بالعكس، هو ما وقعش ولا حاجه، هو كان بينورني. اذا كنت انت بقى هتبتدي تستعمل معايا طريقه ابن الجيد، فانا هستعمل معاك طريقه بنت الملمع. بنت ال ايه؟ بنت مين؟ بنت الملمع دي فيلسوفه عربيه قديمه، الفت كتاب اسمه الاحراج في معامله الازواج. وقالت ايه بقى بنت بنت الملمع؟ عندها في الفقرة 16 في الكتاب اللي هي ألفته قالت تنحي لجوزك وافرسيه، واوعي تضحي عشانه وطنشيه، لو جيتي على نفسك وتنازلتي تمرعيه، اتبغدادي واتدلعي وتمطعي تكسبيه، ولو ما قدرتيش عليه في يوم اصبري شوية تورثيه وتورثي اللي بعديه. فمن هنا ورايح يا حبيبي انا هعاملك باسلوبك. اللي هو ايه بقى يا حبيبتي؟ انت بتشتغلي في الازرق وانا كمان هشتغلك في الازرق، ونشوف ازرق مين فينا اللي هيكسب. تخشيلي ازرقات يا كابتن. ماما، في كلمات في الاكسرسايز انا مش فاهمها، ممكن تفهمها لي؟ لا يا حبيبتي، لان انا خلاص ما بقتش بذاكر لحد، روحي لبابا هو اللي هيذاكر لك. يلا. دي كيمستري يا حبيبتي، دي كيمستري. ما انا عارفه. ايوه يا حبيبتي، ما انا ما بفهمش، انا ما بفهمش في الكيمياء يا حبيبتي. ماما كمان ما بتفهمش في الكيمياء، وقعدت ذاكرتها علشان تعرف تفهمني. حبيبتي انت مش فاهمه قصدي، انا طول عمري علاقتي بالكيمياء وحشه، لان انا بكرهها، بكرهها. اتفضلي. ماما كمان بتكرهها، بس حبيتها عشان خاطري. طب يا حبيبتي شوفي حاجه تانيه تذاكريها. افتح صفحه 30. دي فيزياء. لا يا حبيبتي، ما هو الفيزياء بالنسبه لي زي الكيمياء بالظبط. ماما كمان الفيزياء بالنسبه لها كانت زي الكيمياء، وحبيتها عشان خاطري. روحي ذاكري حاجه ثالثه بعيد عني. مفيش حاجه تانية. ما تذاكريش يا حبيبتي. اول مره اشوف اب بيقول لبنت ما تذاكريش. ايوه انا اللي بقولها. يلا يا مسعيد من هنا. يلا عجيب. بابا. ايه ذاكر لي ماس.
برياضة حديثة، أنا بفهمش غير في الرياضة القديمة. يلا من هنا. يا بابا سمعت ايه؟ اقتصاد. ايه يا حبيبي؟ اقتصاد. اشرح. امشي قد من هنا، امشي من هنا. امشي يا بابا. بابا ايه يا حب؟ جرايه يا وهبه، انت طالقه عيالك عليا ولا ايه؟ انت ناسي ان في اتفاق بينا اعاملك بمعاملتك؟ اه صح، انا كنت ناسي. انت قلت لي هتشتغلي لي في الازرق يا حبيبتي. فعلا يا حبيبي، انا ابتديت اشتغل لك في الازرق. ايوه بقى، بس ده ازرق غامق قوي. لا يا حبيبي، ده الفاتح. هو في اغمق من كده؟ طبعا في. انا ماليش دعوه بمذاكره الاولاد، ينجحوا يسقطوا، تجيب لهم مدرسين مش مشكلتي، ماليش دعوه. بقولك يا حبيبتي، ما تسامحيني يا حبيبتي المره دي، واوعدك ان انا مش هكررها تاني. بالكلام ولا بالفعل؟ لا 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 يا حبيبتي، اوعدك انه هيكون بالفعل. طيب خش بقى اغسل الاطباق اللي في المطبخ. بس كده؟ عينيا يا هانم، عينيا، انت تأمريني تحت امرك حالا. بقولك بعد ما تغسل الاطباق امسح ارضيه المطبخ بس بمطهر عشان الريحه. حاضر يا حبيبتي، حاضر. ويا ريت تحضر الاكل معاك. حاضر. وكمان بعد ما تخلص المطبخ هات المكنسة عشان تروق الصالة شوية، تكنسها يعني. امرك يا حبيبتي، امرك. على فكرة في غسيل في الغسالة، طلعه انشره، وبعد ما تنشره ياريت تطلع الزبالة عشان الفيران. أقولك يا حبيبتي، ما تفتحي الأزرق شوية وتديها أخضر، وبعدين دي ما كانتش خروجة يا حبيبتي. ما كانتش خروجة يا حبيبتي، لما أنتوا مش قد الخروج بتخرجوا ليه؟ خلاص يا حبيبتي، ما عنتش أعملها تاني. روح يا حبيبتي، روح شوف اللي وراك. حاضر. العشاء. ياه، احساس لطيف جدا يا حبيبي ان الواحد يبقى مرتاح كده والاكل يجيله لغايه عنده. طب ممكن تناولني الساندوتش ده؟ اتفضلي يا روحي. عايزه ادوق عمايل ايديك. الهنا والشفا. الله، حلوه قوي يا حبيبي، والله حشوك للساندوتشات حلو. تسلم ايدك، تعبينك معانا.
شفت بقى يا حبي حبيبي أهمية وجودك في البيت؟ أهو مالي علينا البيت. يا حبيبي على فكرة لو عايز تخرج مفيش مانع. حبيبتي استفزازك غتت ورخم. قولي يا حبيبتي. ليه يا حبيبي وانا كنت عملت لك حاجه؟ على فكره يا حبيبتي وهي تفتكري ان سكوتي ده ضعف مني. انا بس ساكت كده عشان ما اعملش مشكله كارثه في البيت. ما انا عشمي فيك كده برضه. قولي يا حبيبتي قولي من هنا والشفا. عشمي فيك انك راجل عاقل واعي وناضج. ميرسي قوي يا حبيبي. انا عارفه ان انت عندك درايه كبيره بدور الابوه عشان كده انت تعمل في سبيل رفع الاسره. الاسره بالسين مش بالصاد يا ماما. طب يا حبيبي ثانيه كده بس. يلا يا اولاد كل واحد ياخد الساندوتش بتاعه معاه عشان هناكل واحنا بنكمل المذاكره بتاعتنا. يلا ثانيه بس كده معلش. يلا يا حبايبي يلا يلا ما تعطلش الولاد يا حب اغص عليك. يلا من فضلك يا حب هتشيل طبعا مطرح اكل الولاد ما تنساش تغسل الاطباق. اوكي طبعا. فين يا رخامة لما زادت عليك السقالة؟ بتقول حاجة يا حبيبي؟ ببرطم ببرطم من حقي ان انا برطم في بيتي. في مشكلة في الموضوع ده؟ لا يا حبيبي برطم برطم زي ما انت عايز. حبيبي بهداك بس طبعا هتنضف الارض. بعد ما نخلص مذاكرة نبسط شوية نرفه عن نفسنا. طب على الأقل احنا بنرفه عن نفسنا في البيت مش زي ناس بنسيبك ونخرج. وهبة كفاياكي أزرق. ده مش أزرق يا حب ده أبيض. ما تستعبطيش يا وهبة. مش عايز الشوع مش عايز استعباط كفاية بقول. انت نويت يعني يا حب. طيب اوكي نصيبك بقى. على اوضكم يا اولاد على اوضكم. ايه النكد ده؟ امشي يا ابو سيد امشي من هنا. مسكيت يا ابويا بس يا دي حلف يلا امشي. دخلني اتخمد اهو. امشي يلا اتخمد يلا. انت من ساعه ما ابتديت تعمل شغل البيت وانت مش طايق نفسك كل ده ليه؟ على طبقين غسلتهم ولا حتة صالة بتكنسها خلاص هتموت عاوز تنام؟ ايه ده على كده بقى انا بقى جبل لان طول النهار في الشقة ده من الصبح لبالليل. يا حبيبتي
انت عشان انت متعوده على المجهود ده ما بيحصلكيش حاجه. انا مش متعود على المجهود ده، فلما اعمل مجهود ده يوم واحد يحصل لي اللي انت شايفاه ده. لا، عشان انت بتعمل ده وانت كاره، فبيبقى تقيل على جسمك وعلى نفسك، لكن انا بعمله بحب، لانه لولادي والبيتي، دي مملكتي، دي اسرتي. يا حبيبتي طب ما انا كمان بشتغل وبجيب فلوس. اقعد في البيت وظبطه زي ما انا ظبطاه، وانا هنزل اشتغل واجيب فلوس، واجيب فلوس قد اللي انت بتجيبها. دور على حجه تانيه يا حب. اقولها لك تاني، انا بوفر لك 2000 جنيه في الشهر مدرسين. البيت ماشي زي الفل، الاكل والغسيل في مواعيدهم، يعني مفيش خلل في اي حاجه في البيت، كله ماشي كويس. طب انا عمري طلبت منك شغاله؟ عمري اشتكيت او كليت؟ لا ما حصلش. يبقى من حقنا عليك لما نقول لك تقعد معانا في البيت تقعد، ان شاء الله ما تعملش حاجه، تقعد ونس. مش تضحك عليا وتقول لي نازل اشتري طلبات للبيت ولاقيك بعتها لي مع البواب وحضرتك خرجت وتطز بقى في اي حاجه. لا يا استاذ حب، انا عايزه افهمك حاجه، سياسه الامر الواقع ولوي الدراع دي انا ما بحبهاش، ما بتجيش على هوايه، ما بتعجبنيش. وعلى راي عبد الوهاب، تراعيني اراط ارعيك اراطين، تشوفني بعين اشوفك باتنين. يعني انت يا وهبة قررتي تعاقبيني بطريقة بنت الملمع دي مش كده؟ زي ما انت بتطنشني بطريقة ابن الجيد. على فكرة يا وهبة انا عايز اقولك على حاجة، البيت ده بيتي انا، انا اخرج وقت ما انا عايز واجي وقت ما انا عايز. الحاجة اللي انا عايز اعملها اعملها، مش عايز اعملها مش هعملها يا وهبة، واللي مش عاجبه الكلام ده يشرب من الترعة. على فكرة يا حب، انا حنجرتي واسعة وبعرف ازعق، وبتهيلي انت عارف زعيقي كويس، بس انا بقى مش هزعق، لاني حاسة كده انك بينك وبين نفسك حاسس بالغلط، بس كبريائك وكرامتك منعينك ان انت تعترف بغلط. تنحي لجوزك وافرسيه، اوعي تضحي عشانه وطنشيه، ولو جيتي مره وتنازلتي تمرعيه، اتدلعي وتبغددي وتمطعي تكسبيه، ولو ما قدرتيش عليه في يوم اصبري شويه تورسيه وتورثي اللي بعديه. ايه ده يا وهبه، جبتي الكلام ده منين؟ دي نصايح الفيلسوفة العربية بنت الملمع، جابت نتيجة مذهلة مع حب. اشتغلت له في الأزرق بالطريقة دي، كنس ومسح وغسل الأطباق وعشانة وشال مطرح العشا وغسل برضو الأطباق. بجد؟ معقولة؟ أمال جربيها انت بس مع سامي وهتشوفي. طريقة بنت الملمع دي مش هتجيب نتيجة مع أخوكي سامي المغرور اللي واثق من نفسه بدون داعي. ادخل. اشمعنى يعني بتخبطي على الباب؟ بستأذن منك قبل ما ادخل عليك يا حبيبي. وده من امتى بقى؟ من هنا ورايح. اشمعنى يعني؟ انا فقت، فهمت، عرفت متأخر قد ايه احنا ما كناش فاهمينك صح. ايه وانا يعني غامض للدرجة دي؟ بالعكس يا حبيبي، انت واضح جدا وبسيط جدا، احنا اللي علينا صغير. تعرف انا بحمد ربنا
بحمد ربنا ان المشكله دي حصلت بينا، عشان اديتني وقت اقعد افكر واسترجع وافتش جوه نفسي عشان اعرف قد ايه انا كان عقلي صغير، قد ايه كنت غبيه ومش فاهمك صح. طول عمرك كنت بتقول انك صح بنسبه 99%، لا انا بعارضك، انا برفض، انت صح بنسبه 120%. ايوه طول عمرك ذكي قوي وحكيم قوي وشاطر قوي، انا اللي كنت غبيه ومتخلفه ومش فاهمه ومش مقدراك صح. عايزاك تغفرلي، اغفرلي ارجوك، وبطلب منك ويا ريت توافق انك تاخد بايدي وترفعني لمستواك، تخليني في مستوى ذكائك، في مستوى فهمك للامور. ارجوك سامحني على كل الفتره اللي فاتت اللي كنت فاهمك فيها غلط ومش مدياك حقك صح. يا عبقري، يا فز، يا جوزي، يا حبيبي، يا سامي. انا فعلا هاخد بايدك وارفعك لمستوايا، فعلا انا موافق على كل كلمه قلتيها. انا كنت عارف ان هيجي يوم هتفهميني فيه، وعلشان كده انا لازم اكافئك. مكافئتي رضاك عني يا سام. انا كده خلاص خلاص رضيت عنك. فاكره كل اللي كنت عايزاه؟ ابقى 4000 جنيه هجيبهولك. ده يبقى كرم اخلاق منك قوي قوي يا سام. فضل الوالدين، ماذا تتعلم في هذا الدرس؟ أفضال الأم والأب علينا الإحسان إلى الوالدين. أديني جيت أهو عشان أقعد معاكم. هو ده الكتاب اللي فيه الدرس؟ أيوه. اقري يا حبيبتي، اقري وسمعيني. فضل الوالدين، صار أحمد بجانب والده بجانب والده والده سعيدا وهو يحمل. فقد كان يحمل ملابس العيد، فابتسم له الوالد قائلا: مبارك يا أحمد، لقد اشترينا لك كل ملابس العيد أحمد، ولكنك يا أبي لم تشتري لنفسك شيئا. شايف الأبهات؟ اشترى لابنه وما اشترىش لنفسه. ايه ده يا ولد ده؟ هو أنا بشتري لنفسي وبنساكو؟ طب ده أنا حارق نفسي عشانكو، ده أنا بشيل اللقمة من بقي عشان انتوا تاكلوها. في حد ياكل اللقمة مطرح بق حد؟ ده القرف ده؟ ده تعبير مجازي يا جبان يا جبان. خلاص الرد موجود أهو في الدرس أهو. قال الأب: المهم أنت يا أحمد، فسعادتك سعادة لنا. كملي يا حبيبتي أنت. قال أحمد: أنت تتعب من أجلنا كثيرا يا أبي. فين التعب ده؟ هو بابا بيعمل حاجة؟ ماما هي اللي بتعمل كل شغل البيت. آه يا جبان يا جبان يا سن، وبعدين انت ايه حاله السعاده اللي حلت عليك دي بقى؟ انا مش هرد عليك، الدرس هو اللي هيرد اهو. قال الاب: وامك ايضا يا احمد لها فضل عظيم عليك، فقد حملتك في بطنها 9 اشهر وسهرت الليالي على راحتك، وما زالت تفعل الكثير من اجلك. طبعا طبعا، هو الاب ده بيعمل حاجه؟ الاب ده ملوش لازمه اساسا، ده كومبارس كده في البيت، حتة طباشورة متلقعة على البوفيه. كملي يا حبيبتي كملي. قال أحمد: حقا يا أبي، إن الآباء والأمهات أصحاب فضل كبير على أولادهم. قال الأب: ولذلك وصى الله بالإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله، يقول الله تعالى، اقري بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. يكمل يا حبيبتي. فلا تقل لهما
فلا تكن لهما أفا ولا أفن؟ أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا فتاة. شكرا يا أبتي. هنخش بقى على التدريبات. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الغير صحيحة. ألف، الأب يسهر على راحة أبنائه. غلط، ده بابا هو اللي بينام بدري وماما اللي بتسهر. مين اللي بيصحى من النوم ويغطينا واحنا نايمين؟ مش ماما؟ صحيح، عمر حضرتك غطتنا بالليل؟ يا فالح يا فالح يا ناصح، ما انت بتبقى نايم، انت بتعرف مين اللي غطاك؟ بعد كده لما غطيك هبقى اكتب لك ورقه واسيبها لك على الكومودينو اللي جنبك. الحمد لله انا ما اتكلمتش، ولادك هم اللي ردوا عليك. نرجع تاني يا اولاد. فضل الاب والام على اولادهما كبير. صح. الاحسان الى الوالدين بعد كبارهما فقط. غلط. استنوا بقى يا اولاد عشان في مجموعه اسئله مهمه جدا وانا حاسس ان هي جايه لكم في امتحانات كنتوا الثلاثه في كل السنين. حب الاب يجب ان يكون اكبر من حب الام. غلط. السؤال الثاني، المجيء في صف الاب يجب ان يكون اكبر من المجيء في صف الام. غلط. الاب يقطع المصروف عن اولاده. غلط. الام هتدينا. غلط. مفروض ان الام ما تعملش حاجه من غير رضا الاب، يعني لو هي هتديكوا المصروف لازم تستاذنه عشان تعمل كده. هذه هي الاخلاق. يا جامد يا جامد يا بتاع الاخلاق، انت اللي بتطرطش اخلاق، ليك حركات تفرس، بس جامد في الحركه دي. بس برضو مش هتخرج. صح. الأب أحياناً يضطر إلى طلاق الأم وتشريد الأولاد. غلط. أنا لما الجماعة اللي استولوا على الشقة قالوا لي إنهم اتنازلوا عن القضية ما صدقتش نفسي لما ادوني مفتاح الشقة. الشيء اللي استغربت له أكتر إن هما لما ادوني علبة الدهب بصيت فيها لقيتها كاملة مش ناقصة أي حاجة. متخبيش عليكم، في الأول أنا استغربت وجاتني حالة ذهول، بس بعد كده عرفت انتوا ليه عملتوا معايا كده. حسيتوني في الاول ان انتوا اقوياء وتقدروا على الاذى وتقدروا تعملوا اي حاجه، بس انتوا في النهايه ناس محترمين. انا عمري في حياتي ما قابلت حد محترم زيكم. انا ندمان قوي على اللي انا عملته وعارف اني غلطان، طلعت صغير قدام نفسي. وانت بالذات تستاهلي كل خير يا حنين، انا خسرتكم خساره ما تتعوضش. ولو يرضيكوا يعني انا ابوس ايديك ورجليك وانا مش هتاخر. العفو يا ابني. خلاص خلاص يا ابني. دي الخساره الحقيقيه اللي في حياتي يا حبيبي، مش مراتي هي حامل نية حياتي اتحققت، بس حاسس ان العيل ده اتبدل بيكي. فرحتي بيه اتحولت لألم وحزن. الدهب اهو مش ناقصه أي حاجة. مش معقول يعني انتوا هتبقوا كرما معايا قوي وأنا مش هبقى كريم معاكم. أما العربية بقى فللأسف أنا بعتها. الراجل اللي اشتراها مني مش عايز يرجعها، بس برضه فلوسها موجودة. افتح الشقة. أنا الشقة دي مش هخشها طول ما أنت مش موجودة فيها حنين. تحرم عليا من بعدك. فاروق. ايه ده؟ انت ما دورتش العربية ليه؟ لا احنا خدها ماشي،
يعني كلها شارعين يا مقبولة. ما اقدرش يا عبده، رجلي بتوجعني وجسمي كله بينفض علي. اهو من القعدة اللي انت قعداها في البيت هتتحنطي من القعدة، وبعدين فرصة نتمشى نفك جسمنا. الله، رياضة برضو. ما هنا لو كنت لقيت واحد ياباني يعلمني المشي ويسليني ويضحك معايا كنت مشيت. رجعنا للتنبيط بقى والنقرزة. الله، ما هو ما حبكش الرياضة دلوقتي يا ستي. احنا هنرجع بالليل، ما بعرفش اسوق بالليل. ما انت لو لقيت واحدة يابانية صغيرة ومقطقطة وحلوة وعندها مشوار لآخر الدنيا كنت سقت وانت مبسوط والضحك على وشك قد كده اهو. مقبولة يا مقبولة يا مقبولة، المشوار اللي روحته مع اليابانية ده كان مشوار بالنهار، وبعدين انا بمثل مصر قدام كوكو. ما ينفعش لا اكتفي بالتمثيل المشرف قدام اليابان، وكفاية بقى، كفاية كفاية تنبيط. ما تزعليش ما تزعليش. السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا، اهلا بيكي. اهلا اهلا اهلا. انت ليه تثوري لاستاذ ابو طحة؟ ابو طحة ابو طحة طحة. عندنا في اليابان لا يجوز ان المرأة تصرخ وتنفعل في جوزها هكذا. لا يا شيخة، هو انت عايزة ايه بالظبط؟ هي المشرحة ناقصة قتلة بقى، انت سايبة اليابان وجاية هنا علشان تعلمينا الادب؟ اوعى من سكتك بتطبطب عليك. طب وقعي. لا 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 شوية. سوري يا ابو طحة. ايوه باشا. عياني وانا حمل المشاوير دي يا ربي، ما كان كفاية عليا مشوار السوق بتاع الصبح. لكن هعمل ايه؟ حكم السن حكم علي امشي كل دوت بقى. كل ما اجي ابتدي اروق من ناحيته واقول نبتدي حياه جديده يبتدي يزعلني. وبعدين معاكي، وبعدين معاكي يا ستي. الله، انت طول عمرك كده مزاجك الزعيق والبهدله. وايه اللي مالك انت؟ مالكش دعوه بيا، انا بكلم نفسي. لا بتكلمي. لا لا لا، هي صوتها كده صوتها عالي شويه، معلش سوري. ألف ألف مبروك. ويا ترى بقى هتتجوز جوزها ولا حد غريب؟ لا حد غريب. انت عارفة هتتجوز رشيد، فاكراه مقبولة؟ طبعا فاكراه، صاحب سامي اللي كان عاوز يتجوز وهبة وكان خاطب حنين وكانوا هيتجوزوا. يا عيني شوف النصيب بقى، الدنيا تلف وتدور ويحصل اللي حصل عشان يرجعوا لبعض. والفرح ان شاء الله الخميس الجاي، ورشيد مصمم بقى انه يجيب الرقاصين ويجيب المطربين. الف مبروك. الله يبارك فيك. تعال صلح من حيزك. عايزك تفضل برضو مدام. اتفضل اتفضلي معقول. بقول لك يا صالح، انا عايزك تبقى طبيعي، وشك ما فيهوش اي تعبير. عايزين نتكلم انا وانت في الخباثة. كوكو، اشمعنى؟ ايه رأيك فيها؟ ما تخافش، بتدفع الايجار في المعاد، ولو قصرت انا هدفع. يا اخي مش بتكلم في الموضوع ده، بتكلم في موضوع تاني. ما تستعبطش يا صالح. انت اللي ما تستعبطش. البنت بنت ممتازة، شيلها من دماغك. وانا ماليش في المسخره بتاعتك دي. انا ليا في المسخره بقى. ايه رايك انت بالذات يا هيثم؟ لازم توافق على جوازي من بابا. طبعا. انا بحبك لانك واثق من نفسك. يعني انت موافق ان انا اتجوز بابا؟ طب سيبيني افكر. تفكر في ايه بالظبط؟ يعني مثلا جوازك انت وبابي هيريحني ولا هيضايقني؟ طب انت متصور انه ممكن يضايقك في ايه؟ يعني مثلا بابي كان بياخدني وبيخرجني كل يوم جمعة النادي، يعني علشان خلاص بقى هيتجوز مش هيبقى فضيلي. لا 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 يا هيثم حبيبي، كل يوم جمعة هوديك النادي. ايه رأيك بقى انا هخرجك ولوحدينا كمان، تكون خلصت مذاكرة ونتفق مع بعض على ميعاد معين نخرج فيه لوحدينا. بجد؟ طبعا. طيب انا عايزة العب كاراتيه.
طيب يا سيدي هتفق لك مع مدرب النادي يمرنك كاراتيه ولوحدك كمان، ايه رايك؟ خلاص. امتى؟ من بكره لو حبيت. خلاص اتفقنا. في حاجه تانية؟ يعني انت وطنط حنين لما تيجوا تخرجوا هتسيبوني لوحدي مع الشغالين؟ لا يا حبيبي، ليك عليا ما نخرجش الا وانت معانا لو صاحي، لكن لو نايم هنخرج لوحدنا. اوكي. في حاجه تانية يا استاذ؟ ايوه، انا نفسي في اخ. في دي بقى يا حبيبي ربنا يسهل. بس انتوا لو جبتوا بيبي هتحبوه اكتر مني؟ انت ليه بتقول كده يا هيثم؟ استنى، ليا واحد صاحبي بيقول لي ان بابا اتجوز واحده غير مامته وخلفوا بيبي، وصاحبي ده كل ما يجي يلعب البيبي يقولوا له اوعى، وكل ما يجي يشيله يزعقوا له، وبيقول لي كمان ان هما بيحبوا البيبي اكتر من صاحبي. لا يا حبيبي، ليك عليا لو ربنا كرمني ببيبي اخليك تشيله وتلعب معاه وتربيه وتوكله وتشربه وتغير له كمان. يا بجد يا طنط حنين، يعني هتحبوا البيبي اكتر مني؟ لا يا حبيبي مستحيل، بس انت ادعي لي ربنا يكرمني ببيبي. خلاص اتفقنا. يعني اتجوز طنط حنين؟ هو انا المأذون؟ ما تروح تتجوزه. متشكره قوي يا حبيبي، متشكره بجد. مبروك يا حنين. مبروك يا رشيد. ايه ده؟ كمبيوتر وفاكس. طبعا جوزي رجل اعمال كبير وبيمتلك شركه كبيره، لازم طبعا يبقى عنده الاجهزه الحديثه دي عشان ينجز اعماله. برافو عليك يا بهيره، انا فعلا كنت عايز كمبيوتر وفاكس. عشان تعرف يا حبيبي اني بفكر في اللي في دماغك من غير ما تقوله. وتمنهم كام دول؟ مالك انت ومال تمنهم؟ ما هو انت اكيد جايباهم من الفلوس اللي سايبها لك عشان البيت. لا، جايباهم من الفلوس اللي انا سايباها في البنك. بس دول غاليين قوي يا بهيرة. مال الدنيا كله ما يغلاش عليك يا سامي. طز في الفلوس قصاد ان جوزي حبيبي يبقى رجل اعمال معروف ومشهور. عارف لو عميل دخلك يبص يلاقي على مكتبك الاجهزه الحديثه دي ينبهر ويعرف ان هو داخل شركه كبيره. تتغيرتي قوي يا بهيرة. لازم اتغير يا سامي، اي واحدة تعيش معاك لازم تتغير. قد ايه انت فز، عبقري، انسان عظيم، انسان محترم. لما بصلك جوه قاع نفسك اكتشف قد ايه ان انا سعيدة ان انا متجوزاك. انت زي ما تكوني واحدة تانية، واحدة جديدة نوفي. ما انا قلت لك يا حبيبي اللي تفكر فيك بعمق وتبص لك جوه قاع نفسك لازم تتغير. بس انا ندمانه يا سين، ندمانه على كل ثانيه ضيعتها من عمري من غير ما افهمك، من غير ما اساعدك. اهدي الحياه الجميله والزوجه المثاليه، انا كده عندي كل حاجه. بس انت يا سامي ضيعت من ايدك اهم حاجه. ضيعت ايه يا بهير؟ موضوع العربيات بتاع فاروق. لا لا، فاروق ده لا يمكن اشتغل معاه تاني ابدا. ليه بس يا حبيبي؟ فكر معايا يا سامي واحده واحده. فاروق ده ما كانش يعرفك، واللي ما يعرفك يا حبيبي يجهلك. انت في الاساس كنت ايه؟ مخبي عليا الموضوع وخلاص. انا وعرفت خلاص، ده مش معناه يا حبيبي ان انا عايز اعرف التفاصيل، لا، ده معناه ان انا عايزه جوزي حبيبي يقتحم مجالات جديده عليه، ويبقى اسمه عالي، وتبقى انت كبير. انا نفسي اشوفك يا سامي اغنى رجل في العالم ولا اناسيس. انت بتقولي فيها ممكن، بس الحكايه دي عايزها مجازفه
وانا ساعات بخاف. اوعى تخاف يا سامي وانا جنبك، خلي قلبك جامد، قلبك حديد، تقدم، ادرس الموضوع بعقليتك الفذة وتقدم بقلب شجاع، تقدم بجسارة. بهيرة. نعم. عيدي صوابعك. تك تك توك توك تك. هذا مغير. تك. هات رجليك التانية يا حبيبي. تك اي توك اي تيك. اي 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 تك 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 اي 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 كل يوم يقفلوا عليهم باب الأوضة وما يخرجوش إلا على ميعاد العشاء، ويخلصوا عشاء ويدخلوا تاني ويقفلوا عليهم الباب، وكل ما نخبط عليهم ما يردوش علينا. لا ماما تشخط تقول سيبونا بنتكلم مع بعض شوية. بعد ما تصالحوا كل يوم يسيبونا لوحدنا. اوف أنا زهقانة أوي. وأنا عطاء، ماما كانت بتقعد معانا كتير، بعد ما تصالحوا ما بقتش تقعد معانا. حتى يوم الاجازه يوم الخميس برضو ما بقوش ينزلونا. يا ريت يتخانقوا تاني.